يقول لو طالت الشدة فرج ربي قريب، والصبر مفتاح الفرج في كل حال، حتى ولو تحقيق أمانينا صعيب، ماشي على رب السماء قالوا محال. من كانت آماله في الله ما يخيب، يأتي فرج ربي لو إن الصبر طال. أهم شي لا تشكي الحال العصيب، ولو همومك داخلك مثل الجبال، إلا على الله من شكا حاله حد سوى الله لو تنادي يستجيب، تحقيق أمانينا بيده والمنال. عشنا وجربنا ولا في العلم ريب، وقت الشدايد يضيص فيه والإقلال. كم شخص كنا نحسبه منا قريب، وإنه على عهد الصداقة لا يزال، لكن للأسف شفنا الزمن حاله عجيب، من شح وقته صار ما يسوى ريال. العيب عيب الناس ما في الوقت عيب، وإحنا نذب من الوقت وأكثرنا الجدال. لولا التجارب ما عرفنا من نسيب، ولا عرفنا في الزمن.